بشكل مفصل. هنروح لزميلنا العزيز كريم احمد مرئيس قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في ابو ظبي عشان يطمنا على كل الاستعدادات الاخيره قبل 24 ساعه من انطلاق هذه المباراه المرتقبه. يا كريم مساء الخير. مساء الخير امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا وطمن جمهور الاهلي على الفريق يا كريم. يمكن اقدر اقول لك امير انتهى بالفعل الاستعدادات الخاصه فنيا وايضا كمان استعدادات خاصه كل لاعبي النادي الاهلي لمباراه السوبر. النهارده كان التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي على ملعب محمد بن زايد، وهو ملعب نادي الكبيره، حاجه رائعه، ملعب اكثر من رائع، ارضيه الملعب ما اقدرش اتكلم عليها، المدرجات، التنظيم، كل الامور يعني بتصب في موقعات يكون في مباراه على اعلى مستوى. يعني المباراه كالعاده بتشتاق الملاعب دي، لكن عايز اخد تاني طبعا يعني التدريب النهارده في البدايه يمكن 15 او 20 دقيقه مع الاهتمام الاعلامي الكبير جدا لهذه المباراه، كان متواجد عدد كبير من الاعلاميين والصحفيين لتغطيه تدريب اليوم، صحفيين ايضا كمان من مصر يمكن تواجدوا امير على الملعب وعلى الامارات وتحديدا ابو ظبي لتغطيه هذه المباراه وايضا التدريب الاخير. النهارده يمكن الخمس دقائق او العشر دقائق الاولى يعني دول كان التدريب شبه في نوع من الترفيه، انت عارف امير يعني ما يقدرش مستر فايلر ان هو يوضح التكتيك يوضح كل الامور في وجود عدد كبير جدا من وسائل الاعلام، مجرد خروج وسائل الاعلام بما فيهم قناه الاهلي المركز الاعلامي بكل صراحه احنا بننتظر التعليمات على الجميع. بدا مستر ريني فايلر يبدا التدريبات، يبدا الخطط، يبدا التكتيك. النهارده عايز اطمنك بشكل كبير جدا على رمضان صبحي، النهارده رمضان صبحي كان بيشارك في التدريبات الجماعيه رغم ان مستر ريني فايلر اوضح ان رمضان مش هيكون متواجد، لكن بطمنك يعني على رمضان وحاله كويس كويس بشكل مميز. النهارده شارك في الشوتنج في الكروسات، كان في بعض السبرنتات النهارده، لكن كمان مجدي قفشه، الناس ذكرت ايضا ان مجدي قفشه مصاب، مجدي قفشه ممكن يبقى مش متواجد في المباراه، مجدي قفشه بيعلن جاهزيته تماما لهذه المباراه. محمد هاني، احمد فتحي، كل اللعيبه النهارده قدم تدريب اكثر من رائع. النهارده التدريب الامير كان 60 دقيقه بالفعل، يعني اللجنه المنظمه الخاصه طبعا بالمباراه، النادي الاهلي 60 دقيقه، نادي الزمالك 60 دقيقه، يمكن نادي الزمالك تدرب 12 ظهرا بتوقيت الامارات، تدريب يمكن الوقت مختلف شويه لكن يخصنا طبعا هو فريق للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده تدرب في تمام الساعه 11 مساء بتوقيت الامارات 60 دقيقه، كان فيهم جرعه فنيه قويه، كان فيهم محاضره مهمه جدا قراءه الفتح كالعاده طبعا في بدايه المران. الامور الحمد لله امين يعني اطمنا على الفريق، ما فيش الحمد لله ما فيش اي اصابات، اللعيبه خرجت النهارده من التدريب ما فيش اي التحامات، ما فيش اي اصابات اثرت على لعيبه النادي الاهلي، ومجرد خلاص يعني انتهى المران مباشره، الملعب قريب جدا من فندق الاقامه، ودي حاجات من الاشياء المميزه جدا كويس. في حدود 10 دقائق بالظبط وصلنا الى فندق الاقامه مباشره، يعني كان في عدد اكيد من الجمهور، يمكن كل مره بتكلم عن الجمهور يعني عدد كبير جدا من الجمهور بيحاول ان هو يتصور مع اللعيبه، يوقع اللعيبه، يحفزهم، لكن يمكن الفصل الثاني ومن زي ما نقول التنسيق مع فندق الاقامه يمكن جيد جدا، بيحاول ان هو اي لعيب بيكون متواجد يمكن الناس عايزه تقرب، لكن بيحاول اللعيبه على طول ان هي تاخد صوره واحده بس وتبدا تخش على طول على الوضع، لان انت عارف طبعا يعني الغربه طبعا بالنسبه للجمهور بشكل كبير جدا، هم يشوفوا اللعيبه والنجوم كمان عم تاخد كهرباء وشحات قفشه، لكن عايز اقول لك مجرد وصول الفريق الى فندق الاقامه مباشره على الغرف وجبه العشاء يمكن بعد لحظات، ومباشره هيكون في محاضره فنيه اخيره او اجتماع ثاني اخير مع مستر ريني فايلر. الكلام طبعا والتحفيز بكل الامور دي هتتم في محاضره اليوم، انت عارف طبعا اليوم كان بدا امير من صباحا من اجتماع فني ومؤتمر صحفي، امور النهارده يمكن اليوم كان مليء بالاخبار وبالتقارير وبالانتمنتات الكثيره جدا، لكن الحمد لله امير يعني اليوم مش بشكل مميز ومش بشكل طيب، ينقصنا بقى بكره ان شاء الله حضور الجمهور، التوفيق، كل الامور دي ان شاء الله تكون في مصلحتنا جميعا. عايز اطمن على الجانب المعنوي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي يا كريم من خلال متابعتك ليهم سواء في مقر الاقامه او من خلال التدريبات. الحاله المعنويه يا امير يمكن اتكلمنا قبل كده، اقول الحاله المعنويه مرتفعه جدا بشكل كبير، التركيز، الدوافع متجدده بشكل مستمر، الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني مش محتاج ان هو اتكلم مع لعيبه، وده اللي قاله يعني كنت سالته الكابتن اتكلمت مع لعيبه قال لي لعيبتنا مش محتاجه حديث، عارفه اهميه المباراه وعارفه اهميه البطوله دي. يمكن شريف اكرامي ذكر يمكن يعني مقوله مهمه جدا، قال هي بطوله شرفيه بتزيد قيمتها بوجود نادي الزمالك كمنافس للنادي الاهلي، شريف اكرامي واحد من كباتن النادي الاهلي، الرساله دي وصلت لكل اللعيبه ويمكن ده الهدف، يعني هي بطوله شرفيه بالفعل وبطوله مهمه جدا، لكن النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في هذه البطوله 11 سوبر في دولاب بطولات النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود على رفع كاس السوبر، وهي دي ان شاء الله اللي هتكون حافز ودافع جدا مستمر في الانتصارات، ونقدر كمان يكون السوبر رقم 12. الحاله المعنويه مرتفعه، اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، هو خلاص يا جميل كده ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى باذن الله يكون مستر ريني فايلر موفق بكره في اختيار التشكيل، لعبتنا تدخل المباراه بشكل طيب، روح الفانيله الحمراء، شخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطل، كل الامور دي الدوافع، كل الامور دي ان شاء الله زميل امير نشوفها بكره في 60 دقيقه تنتهي بفوز النادي الاهلي، ويعود ان شاء الله النادي الاهلي لبطوله السوبر رقم 12 ان شاء الله. طيب عشان نعيش مع الفريق لحظه بلحظه يا كريم، برضه قول لنا برنامج الفريق حتى موعد المباراه وبكره باذن الله تعالى هيكون عباره عن ايه؟
يمكن اقدر اقول لك زميلي امين خلاص يعني النهارده كده خلاص اليوم انتهى بالنسبه للتدريبات والتحضيرات الفنيه. غدا صباحا طبعا كالعاده الروح الاعداديه بالنسبه للفطار، يمكن الفطار مخصص من 7 ل 10 صباحا، غدا هيكون في تمام الساعه الثانيه. انت عارف يمكن التوقيت زي ما قلنا ساعات دول يمكن عاملين ازمه شويه بالنسبه للتوقيتات بين مصر والقاهره، لكن خلاص الكل ماشي على التوقيت الخاص بالامارات. نقدر نقول يمكن التحرك اللي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني قبل ساعه وساعه ونص كمان، لان بكره امير يوم الخميس في الامارات هيكون زحمه جدا يعني، وكمان التوقيت اللي هيكون في التحرك هو خروج من الدوام او خروج من العمل هنا في الامارات، وفي ترتيبات كثيره جدا ان يكون التوقيت بدري شويه عن ان يكون النادي الاهلي متواجد في الاستاذ محمد بن زايد قبل المباراه بساعه ونص، يعني نقدر نقول المباراه الساعه 9 نقدر النادي الاهلي ممكن يتحرك من هنا 7 ونص، لان الفريق زي ما بقول لك ممكن يكون مزدحم بشكل كبير، رغم ان هيكون في امن يعني يكون في طبعا توفير امن والامن هنا على اعلى مستوى، لكن تحسبا ليكون في اي معوقات في الطريق النهارده. كان المفروض مقرر ان يكون التحرك 6:15، لكن كابتن سيد عبد الرحمن اتاخر التحرك شويه يكون 5:30، لان زي ما بقول لك الاربعاء والخميس في الامارات الازدحام بيكون شديد جدا، لكن خلاص يعني نقدر نقول المحاضره الفنيه اللي بياخدها مستر ريني فايلر قبل كل مباراه تكون 5 دقائق فقط لغير قبل التحرك، يعني يكون 5 دقائق نقدر نقول 7:15 او 7:30 تكون محاضره فنيه اخيره لمستر ريني فايلر. التشكيل بيعلن امير صباح اليوم المباراه، وده سيستم جديد لمستر ريني فايلر عود عليه لعيبه النادي الاهلي، يعني بيقول التشكيل صباحا ويبقى خلاص الروتيش الاخيره في المحاضره لم تستغرقش غير 5 دقائق، لكن الكل جاهز، الفني جاهز بشكل جاهز، كل اللعيبه جاهزه طبيا بدنيا فنيا، يعني مش عايز اتكلم طبعا على كل لعيبه حالتها المعنيه وعامله ازاي، لكن بقول الكل الحمد لله امير جاهز. هي خلاص بقى بكره ان شاء الله الكل يكون داخل في مود المباراه، ان شاء الله ربنا يكرم كل اللعيبه ان شاء الله زميلي امير. بخلاف الجاليه المصريه هناك واللي اكيد مهتمه بمباراه القمه يا كريم، عايزه تطمن على الشعب الاماراتي ومدى اهتمامه بهذه المباراه، هل هم متحمسين لمشاهده مباراه مهمه زي مباراه الاهلي والزمالك؟ بالتاكيد زميلي امير، يعني يمكن كل ما بنتحرك بنشوف جمهور النادي الاهلي والشعب الاماراتي، انا اقدر اقول لك خليته اهلاوي بصراحه، يعني ما بشوفش حد في الامارات بيقابلنا لما بيتمنى التوفيق للنادي الاهلي وحضورهم هيكون مكثف. يمكن كمان الصحفيين الاماراتيين مهتمين بشكل كبير جدا وعارفين قيمه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، زي ما بقول لك ما بيقابلش حد سواء من النقاد الرياضيين الاماراتيين او الشعب الاماراتي او الناس المتواجده في فندق الاقامه او في الملعب الا انه بيكون بيتمنى الفوز للنادي الاهلي. الناس عارفه قيمه النادي الاهلي، نجوم النادي الاهلي عارفينهم بالاسم، عارفين اللعيبه اللي فاتت واللعيبه اللي متواجده، فعايز اقول لك يعني الحب المتبادل والحاله الرائعه جدا بين الشعب الاماراتي والشعب المصري وحفيده، وتحديدا جمهور النادي الاهلي واصل للعيبه بشكل كبير جدا، وجمهور النادي الاهلي واصل له كمان التعاون الكبير اللي بيقوم بيه الشعب الاماراتي وبيقوم بيه ايضا كمان مجلس ابو ظبي الرياضي اللي عامل يمكن طفره كبيره جدا وتنظيم رائع. كل الامور ان شاء الله امير هتبان بكره في المباراه من تنظيم من حفل من كل حاجه، يعني ان شاء الله باذن الله السوبر يبقى شكله رائع وشكله مميز، ومش هيبقى شكله رائع امير الا لما النادي الاهلي ان شاء الله يفوز باذن الله. باذن الله باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوفيه، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي.